في إطار جهود محافظة بورسعيد بالتعاون مع وزارة الزراعة ومشروع تربية الماشية بالمحافظة للتوفير، فقد بدأ طرح لحوم واردة من الخارج تحت إشراف وزارة الزراعة تباع بسعر 90 جنيها للكيلو للمستهلك. طرح لحوم جديدة واردة من الخارج وتقديم كافة أوجه الرعاية لها وتربيتها بمقر مشروع القابوتي بمحافظة بورسعيد، مبادرة أهم أطلقتها المحافظة لدعم الإنتاج والثروة الحيوانية. اللحوم الموجودة عندي في المنفذ تابعة لمشروع تربية الماشية اللي تابعة للمحافظة تحت إشراف الطب البيطري وتحت إشراف مديرية التموين الأستاذ نصر ثابت. اللحوم دي سوداني مذبوحة بتيجي مبردة، اللهم صل على النبي، بتيجي مبردة ومدعمة، الكيلو فيها بتسعين جنيه. الكيلو الضاني حر اللي هو البلدي ب 120 جنيه، كيلو المفروم البلدي ب 80 جنيه، كيلو السجق برضه ب 80 جنيه. لاقت المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين نظرا لارتفاع سعر السوق قبيل عيد الأضحى المبارك. في استغلال في السوق العام، لكن مع وجود بعض المنافذ الجيدة جدا بمراقبة من المحافظة ومراقبة من المسؤولين القائمين على المنافذ، اتضح ان في حاجة جميلة قوي، ان الناس فعلا منتظمة ومنضبطة، نوعية اللحوم كمان جيدة. بصراحة المنافذ ديت اسعارها معقولة وكويسة وفي متطلبات كل يعني الفئات يعني هو هنا بالنسبة للاسعار هنا الواحد يقدر ان هو يجيب، لكن بالنسبة في بعض المناطق الثانية بيبقى اسعار عالية شوية. هنا فرق كبير، هنا ب90 بره ب140 وب160 وب150، فحرام يعني صاحب العيله اللي يجيب من هنا. تاتي هذه المبادره في اطار جهود محافظه بورسعيد بالتعاون مع وزاره الزراعه لتوفير كميات من اللحوم الطازجه للحيلوله من ارتفاع الاسعار بالاسواق. احمد سامح اون لايف.